أتمنى بأن تكون على قدر التوقعات وعلى مستوى الحدث. بمروءة تقدم الكرة، الهدف الأول في اللقاء، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة. الاحتمالات الآن بمباراة مشتعلة من جانب الطرفين. نشوف الإعادة مشاهدينا ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. نوردي موكيلي تخرج رمية تماس، ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. خوان بيرنات، الكرة عند فابيان رويز، ليونيل ميسي، تدخل وإبعاد اللقطة، انطلاقة هجومية وفرصة قد تكون واحدة هنا. الحارس يتصدى، يمنع فرصة هدف محقق. تألق كبير في اللقطة الماضية من حارس المرمى. كرة زاوية إلى العمق. أوهو، ضغط متقدم وقطع للكرة. برشلونة يستغل الأطراف الآن. ليفاندوفسكي، الله على التصدي. رمية تماس للبارسا. رافينيا، عرضية ممتازة تصل إلى 18. سيرجيو بوسكيتس، بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن بدون دقة، بدون تركيز، بدون أي خطورة. ليونيل ميسي، نوردي موكيلي، ماركينيوس، الكرة مع موكيلي بتدخل شرعي، يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. خارج الملعب، ضربة مرمى. فابيان، ليونيل ميسي، هذه اللقطة المثالية يستعيد من خلالها الكرة. فرانكي ديونغ، ملعوبة إلى ميسي، رائع في قراءة الفريق الخصم. يتدخل ويبعدها إلى تماس. ماركو فيراتي، تدخل ويبعد الكرة. ليفاندوفسكي، تصويبة من ليفاندوفسكي، التصويبة قوية رائعة لكنها بجوار القائم بقليل. والحارس يهديهم الكرة الآن. أوهو، سجلها في المرمى بعد أن استغل خطأ الحارس في هذه اللقطة. فرصة لمشاهدة الهدف مرة أخرى. أكيد الشعور بالندم موجود على إهداء الكرة للفريق الخصم بهذه الطريقة. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء.
دانيلو بيريرا. تدخل قوي لاستعادة الكرة. ليفاندوفسكي. التصدي لم يبعد الخطورة كاملة. والآن تنتهي الخطورة. ليفاندوفسكي يتحرك بشكل ممتاز لتدعيم الهجوم. كرة تخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. كرة في الهواء من لمسة أولى. كرة سهلة تصل لدوناروما. ماركو فيراتي. توغل هجومي مع خيارات ممتازة، ننتظر استغلالها. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. إنسو فاتي. إنسو فاتي يتألق الحارس ويتصدى. ركنية باتجاه المنطقة. كرة سهلة تصل لدوناروما. خوان بيرنات. وصلت الكرة لفابيان رويز. تاكلينج مثالي. ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي أمام المرمى. كرة في القائم يا رب. كرة ارتدت من العارضة، وجدها حارس المرمى يلتقطها في هذه اللحظات. كانت فرصة خطيرة جدا، لكن العارضة قامت بدور الحارس. فعلا خشبات المرمى أفضل صديق للحراس. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. ليفاندوفسكي. ممتاز التجاوز والتخلص. حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. يجب إبعاد الكرة من مناطق الخطورة. إذن مشاهدينا، نهاية شوط المباراة الأول. نعود مع الشوط الثاني من هذه المباراة، والنتيجة هنا تشير لتقدم كبير لمصلحة برشلونة. تحرك جيد في الثلث الهجومي. تحول الاستحواذ بعد محاولة كان واضح أنه ممكن تشكل خطورة. ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي أمام المرمى. سجل هدفين ولم يكتفي، كان ممكن الثالث في التصويبة الماضية، لكن الفرصة بتضيع. ليونيل ميسي. بيعدي فيها، يتقدم فيها. تسلل هنا بالمليمتر في فرصة كبيرة لا يمر عليها. تمريرة خاطئة هنا تتسبب في ضياع الكرة. البي اس جي يهاجم الآن. من الصعب جدا مخادعة الحارس من مثل هذه الكرات أو هذه المسافات. بيدري. راحت الكرة من جانب بيدري. ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي أمام المرمى. تصدي جميل من حارس المرمى. ركنية في المنتصف. الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. تفوق في النتيج. ليفاندوفسكي أمام المرمى.
ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة. انتهت المحاولة، الكرة مع الفريق الآخر. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. أوه، تسلل قريب جدا. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. بوسكيتس، ليفاندوفسكي، تدخل سليم وابتكاك سليم للكرة. بيدري، بيدري، فرانكي ديونغ، الآن مع ليفاندوفسكي. ممكن جول، دوناروما طار ويدافع المرمى. خطف الكرة الآن وأنهى الخطورة. يتقدم فيها بمهارة، الله على الاستحواذ على الكرة. ماركو فيراتي يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. بوسكيتس، تصل إلى ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي، تصدي رائع لهذه اللقطة. ضغط عالي، استعادة للكرة في ملعب. يا رب على التسديدة، كرة تسكن الشباك، وهدف جديد يعبر عن القوة الهجومية، والفارق يتسع ويزداد الآن. نشوف الإعادة مشاهدينا ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء، الكرة مع موكيلي. يستعيد الكرة بدون التدخل في أخطاء. ليفاندوفسكي، المساحة أمامه في هذه اللحظات. مستحيل، مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق لأربعة أهداف. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. ماركينيوس، البي اس جي يفقد الكرة هذه اللحظات. ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، تاكلينج ممتاز. بيسدد الآن تحت الضغط في هذه اللقطة. ليفاندوفسكي عند فرصة التمرير. ليفاندوفسكي في وسط منطقة الجزاء. لم يعد هناك تهديد في هذه اللحظات. توقع سليم في قطع هذه الكرة. ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي بيعدي فيها. نحتاج إلى تمريرة تصنع الفارق.
فرصة هدف أمام ليفا في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. تأتي الصافرة في هذه